يتساقط الشهداء من الفلسطينيين كحبات المطر في فصل الشتاء يوما بعد يوم، وتستمر آلة القتل الإسرائيلية في حصد أرواح المدنيين من النساء والأطفال. ولكن اليوم وقفت دولة الاحتلال الإسرائيلي في نادرة من النوادر أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. بدأت اليوم محاكمة القتلة وإن كانوا قد أدينوا قبلا من محكمة الإنسانية، محاكمة أحكامها نهائية ولا تستأنف. 90,000 بين شهيد وجريح ومفقود، فبأي عين ينكر هؤلاء جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار؟ حرب إبادة كشفت عن عوار وازدواجية المعايير والإنسانية في أدنى أشكالها. بماذا ردت إسرائيل؟ وما موقف الإدارة الأمريكية التي استبقت وأعلنت قبل المحاكمة بلا أساس لها؟ وكم من الوقت ستستغرقه هذه المحاكمة؟ وما وجه الإلزام في قرارها؟